السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ميس اماني عادل. هنتكلم النهاردة ان شاء الله على الـ energy resource. The world population continue to grow. This means that the need for energy will likely grow as well. Energy is needed for heating or cooling. طبعا باستياد تعداد السكاني حاجتنا طبعا للطاقة بتزيد. الانرجي دي ممكن نحتاجها في الهيتنج، في الكولينج، في الجنريت الكتريسيتي، بستخدمها في الاندستريال بروسيس، بستخدمها في الترانسبورتيشن. دي كلها الايه؟ استخدامات الطاقة عندي. different energy resource can be used for many different purposes. energy resource عندي بتشمل كول، ناتشرال جاز، اند بتروليوم، ودي تعتبر ايه؟ ها، نون رينيوبل، غير متجدد. الهيدرو باور والنيوكلير فيجن والسولار والويند والويست بايوماس والود والاوشانيك باور، دي كلها ريسورس وتعتبر رينيوبل لانها افيلابل او متاحه. نيوكلير فيجن هاز بين بروبوزد از ذا لونج تيرم سورس. however the progress made in research to make this possible has been very slow. طبعا النيوكلير فيجن حاجه ليها طبعا لونج تيرم سورس، فدايما بنبحث عن ايه؟ عن طرق جديدة ان انا استخدمها ايه؟ have been very slow، اقلل من استخدامها طبعا للضرر بتاعها لو الاستخدام النووي كده. ده نيكولا باور دي كان from the fission of uranium، بعمل fission للورانيوم، البلاتونيوم، الثوريوم، fission of hydrogen into a helium. تمام؟ فالفرق بين الفيجن والفيوجن هنعرفه خلال الاسئلة دلوقتي. يبقى الفيوجن مبدئيا ده ارتباط او التحام الهيدروجين بالهيليوم، اما الفيجن الفرق بينه وبين الفيوجن ان انا هنا ايه حصل؟ ايه؟ ها، انشطار للذرات دي، وبعد كده بينتج عنه الايه؟ النيوكلار فيوجن. انا الرينيوبل ريسورس اللي هي المصادر الغير متجدده از ريسورس ذات طبعا از يوزد فاستر ذات ان كان بي اي ريبليس. تمام؟ يبقى النون رينيوبل اللي هي الغير متجدده ممكن اللي هي ايه معناها هنا؟ ان هي ايه؟ بتنفس، ما اقدرش استبدلها. اويل، ناتشرال جاز اند كول ار كولد نقط ريسورس بيكوز ذي ار نوت ايزي تو ريبليس، نوت ايزي تو ريبليس. طبعا ها النون رينيوبل نفس القصه، تمام؟ مش سهل ان انا استبدلها او في صعوبه ان انا احصل عليها تاني اللي هي بتنفس يعني. oil natural gas natural coal what does these items have in common؟ مشتركة في ايه؟ طبعا مشتركة ان هي example لل non renewable energy resource. which of the following energy resource is non renewable؟ non renewable على طول fossil fuel. ليه؟ لان هي لو خلصت مش هقدر اجددها تاني، مش زي الرياح والشمس والكلام ده، كل المصادر المتجددة. which energy resource once depleted is essentially non renewable؟ نار رينيوبل على طول هتبقى الكول، الفحم، طبعا الطاقة الشمسية والطاقة الحية البيوماس هنقولها دلوقتي، والويند، دي كلها ايه؟ رينيوبل. اذ ريمينز اوف بلانت اند انيمال طبعا عارفينها، هتبقى اللي هي الايه؟ البيوماس، اللي هي الحاجة الحية اللي هي جاية من بقايا نباتات او حيوانات. نوع الانرجي ذات كاتل كريت اللي هي بقايا بقى الكاتل وكده، طبعا حاجة دي حية اهي، تبقى هنا ايه؟ بايوماس. A state provide tax credit for the use of biomass that they define biomass the same way that tax does what should not be eligible for the credit. يعني ايه من هنا من الاخر اللي مش تبع ده تفسير السؤال اللي هو مش تبع البايوماس؟ احنا قلنا البايوماس الكتلة الحية اللي جاية من بلانت او انيمال، ايه اللي استبعده هنا؟ طبعا هستبعد او اللي تبعها البيت عندي، الود، الايثانول، الجاربج اللي هي المخلفات وكده، الايثانول، تمام، الود، الخشب، البيت اللي هي الايه؟ البقايا اللي في الايه؟ في السوامب وكده. ويند انرجي طبعا اكثر حاجه هتبقى ان هي رينيوبل سورس طبعا في ايه؟ للانرجي. طيب generating electric energy ازاي دلوقتي اولد electric energy؟ energy resources are used to generate electricity.
تمام، يبقى مصادر الطاقة عندي هي اللي بتولد لي كهرباء. electricity is an energy source with which you are very familiar، يعني اللي احنا اكتر حاجة familiar لينا يعني. طيب هناخد كذا تعريف. اول حاجة electric power. electric power the rate at which electricity does work، اللي هو المعدل اللي عنده الكهرباء بتشتغل. بقيسه بايه؟ الوحدة بتاعته point in time. اليونت بتاع الميجرمنت بتاعت الالكتريكال باور بتاعتي بالوات، تمام. يبقى الريت المعدل اللي عنده الكهرباء بتبتدي تشتغل اسمه الكتريكال الكتريك باور، بقيسه بالايه؟ بالوات. الريت ات ويتش ابيسن ترانسفورم الكتريستي انرجي از كولد اتس كاباسيتي، اللي هي الساعه التخزينيه اللي هي عندها بيتم التحول، او المعدل اللي عنده بيحصل تحول للطاقه الكهربائيه، اسمها ايه؟ الكاباسيتي، الساعه التخزينيه بتاعتي. You can check the tags or labels on electrical beacons for this information. Labels بقى بتاعتها وكده. For example لو انا شفت دلوقتي اللي هو 1200 واط هير دراير او 40 واط استيريور ريسيفر، معناها ايه؟ ان هو الهير دراير مجفف الشعر ده بيشتغل عند 1200، لكن الريسيفر بيشتغل عند 40 واط. فكل حاجة من دي لها ايه؟ لها معدل بيشتغل عنده او بيحتاج طاقه غير التاني. طب الالكتريكال انرجي ده amount of work that can be done by electricity. طب ال1200 دول بتوع الهير دراير هيديني كميه شغل قد ايه؟ طيب ال40 هيديني كميه شغل قد ايه؟ ده amount of work اللي هي can be done by ايه؟ electricity. وحده اللي بقيس بيها الوات بير اور، ده ايه؟ الالكتريكال انرجي. يبقى تاني الالكتريكال باور الريت ات ويتش الكتريسيتي ذا سورك، كل جهاز لي بيبتدي يشتغل عند ريت معين، تمام، بيتقاس بالايه؟ بالوات. ان انا احول دلوقتي من صوره اللي هي ابلكيشن ترانسفورم الكتريكال انرجي، ان انا احولها الحاجه اللي عندي دي لطاقه كهربائيه، دي الكباسيتي بتاعتي، تمام. وقلنا امثله ال 1200 واط هير دراير و40 استيريو ريسيفر. الالكتريكال انرجي دي اماونت اوف ورك كان بي دان باي ايه؟ باي الكتريستي. دي اليونت اللي بقيس بيها اهي، اللي هي الايه؟ الوات بير اور. طب لو عندي 1200 واط هير دراير بستخدمها لمده 15 دقيقه، هتتطلب قد ايه؟ هتتطلب 300 واط بير اور اوف الكتريكال انرجي. دي حسبتها ازاي؟ لو انا 12 على 4 هتديني ايه؟ 300. 1200 قصدي على 4 هتديني 300. طب قسمت على 4 ليه؟ لان انا 15 و15 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 يعني ايه؟ ال 15 دي 4 مرات، 15 و15 هيبقوا 30، وكمان 15 و15 30، فدول الساعة. فانا ال 1200 هقسمهم هحولهم لتايم كده بالساعات، لان هنا دي 15 منت، فهقسم على 4 يعني ربع ساعة، او اللي هي 1200 هضرب في ربع فهيديني 300 ايه؟ الوات بير اور. الفوسيل فيول كان بيبرنت، لما بحرقها بتولد كهرباء. الفوسيل فيول دي حوالي 70% من الالكتريستي ان يونايتد ستيت. الكول، البتروليوم، ناتشرال جاز، دي امثلة كلها للايه؟ للفوسيل فيول، تمام. وان الفوسيل فيول دي ايه؟ نون رينيوبل. يبقى الفوسيل فيول مسؤوله عن حوالي 70% من الكهرباء الموجوده في اليونايتد ستيت، دي اللي بتولد لي كهرباء، زي الكول، بتروليوم، ناتشرال جاز، دي كلها امثله ليه. المين وانز يوزد باي الكتريكال باور اندستري وين ذيس فيولز ار بيرند، في جاز طبعا، اند بارتيكل ار فورمد. اما بحرقها عشان الحرق ده بعد كده هنعرف ازاي بولد طاقه، في كمية جازز بتطلع طبعا، البليوشن عشان الجازز دي ما تعملش بليوشن للهواء، ففي بليوشن كنترول اكويبمنت، في معدات معينة بستخدمها عشان تسحب الايه؟ الجازز دي. كان بيوزد تو كاتش ذس اف زي ار نوت كود زي ار ليت اوت انتو ذا اتموسفير، لو هي الاكويبمنت دي ما سحبتش الجازز دي طبعا هتروح للاتموسفير وهتعمل لي ايه؟ تلوث. Other resource of energy can also be used for electricity. This source دي بقى الجيوثيرمال انرجي اللي هي الطاقة اللي ناتجة من بطن الأرض، السولار سيلمر انرجي، الفوتوفولاتكس انرجي أو البي في سيل، اند بايوماس. الحاجات دي كلها ايه؟
طبعا رينيوبل، والفوسيل فيول والحاجات دي كلها ايه نون رينيوبل. they have many advantage of over fossil fuel. what is the unit of electrical power؟ لسه قايلينها طبعا بتتقاس بالوات. ال power of an appliance is، طبعا لسه قايلينها معرفينها دلوقتي، the amount of energy transferred per a per a per second. طيب الفوسيل فيول بقى والنيوكليال انرجي، most of electricity احنا قلنا اليونايتد ستيت ناتجة من الستيم بتاعت التوربينز. يعني ايه؟ يعني انا عندي التوربين بتحول الكاينيتيك انرجي اوف موفينج فلويد اللي هي الليكويد او الجاز لميكانيكال انرجي، بتحول الكاينيتيك لايه؟ لميكانيكال. انا فوسيل فيول ستيم توربين، ذا فيول از بيرند ان ا بويلر تو برودوس ستيم. يبقى اول خطوة عشان انتج الستيم اللي هيحرك التوربين اللي هو هيتحول من طاقة حركية لطاقة دلوقتي ميكانيكال، ان انا بجيب دلوقتي الفوسيل فيول بحرقها، تمام؟ فالستيم اللي ناتج بيحرك التوربين. الفيول is burned in ايه؟ بحرقه فين؟ boiler to produce steam. يبقى بجيب الفوسيل فيول وبحرقه في ايه؟ في غلاية كده، فبينتج ستيم. الستيم ده طبعا بيحرك الايه؟ التوربين بليدز، اللي هي التوربين بتبقى عامله زي المروحه كده، بيحرك الاجنحه بتاعت البليدز دي تيرن ذا شيفت اوف جنريتور تو برودوس الكتريستي. هتحرك الجنريتور فهينتج كهرباء. يبقى فوسيل فيول بحرقها بويلر، بعد ما احرقها بويلر هينتج عنها ستيم، هتحرك التوربين، التوربين دي هتحرك الجنريتور هينتج كهرباء. النيوكلير باور ستيم توربين، ايه اللي بيحصل بقى؟ ده الفوسيل فيول الستيم. طب النيكلر باور ستيم، الرياكتور ريبليس ذا بويلر. بحرق هنا فين؟ في رياكتور مش بويلر. طب بحرق ايه؟ لا مش بحرق فوسيل فيول، الرياكتور ده بيحتوي على كور اوف نيوكلر فيول. الفيول هنا عبارة عن يورانيوم. يبقى هناك كان فوسيل فيول عادي كول بقى وبترولوم او واتيفر، وبحرق وبنتج توربين بيحرك جنريتور بينتج كهرباء. طب هنا ها ايه اللي بيحصل؟ بحرق فين؟ في رياكتور اللي هو المفاعل، مش بحرق الفيول، مش بحرق فوسيل فيول، لا الفيول اللي هنا اللي عندي يورانيوم، تمام؟ بيحصل انشطار ليه وكده. الفيجن اوف يورانيوم بروديوس ذا هيت ان ذا ايه رياكتور، عمليه اللي هي انشطار بتاع اليورانيوم ده بينتج عنه هيت بيحرك الرياكتور. الهيت دي بستخدمها ميك ستيم. ستيم از باز ثرو ذا توربين جنريتور تو برودوس الكتريستي. The same as what occur in the fossil fuel steam a turbine. نفس القصة بقى هناك. يبقى الفرق بين الفوسيل فيول توربين والنيوكلر باور توربين ده بينتج عنه ستيم او ده بينتج عنده ستيم. ده بستخدم بويلر وده بستخدم اير رياكتور. هنا بحرق فوسيل فيول وهنا بحرق ايه؟ او الفيول اللي عندي اليورانيوم، بعمل له ايه؟ فيجن اللي هو انشطار وكده. وفي كل الحالتين بينتج ستيم بيحرك التوربين، وبعد كده بيحرك الجنريتور، وبعد كده ايه؟ برديوس الكتريستي. ذات ذا سيم از وات اوكيور ان ذا فوسيل فيول ستيم توربين. ده بيوضح النيوكلير باور بلانت لوكيشن يورانيوم ريسورس افيلابل ان ايه؟ يونايتد ستيت. ده اللوكيشن بتاع النيوكلير باور بلانت اند يورانيوم ريسورس ان كونتيننتال يونايتد ستيت، اللي هي اللوكيشن الموجوده عندي عند اللون اللي هي الاورنج، تمام؟ وعند اللون الاصفر ده ايه؟ النقط الحمراء دي النيوكلير باور ايه بلانت، تمام؟ المحطات بتاعه توليد الايه الطاقه بالنيوكلير ايه باور، النقط الحمراء دي. ذا سبيلتنج اوف ان اتوم نيوكلير انتو تو نوكلياي، ده اسمها ايه اللي احنا قلناها كانت موجوده تحت الفجر ده؟ نيوكلير فيجن، تمام؟ يبقى سبيلتنج الاتوم لايه؟ لتو نوكلياي، ده اسمها ايه؟ الفيجن. What is the process of producing energy in nuclear power plant؟ هتبقى طبعا الايه؟ الهيت ريليزد من الفيجن رياكشن اللي هو تيرن ووتر انتو ستيم. الستيم دي بستخدمها بتحرك لي البليز بتاعت التوربين جنريتر ايه؟ الكتريس. What is the reactor vessel؟ اعرف المصطلحات ده. ده جزء من نيوكلير رياكتور بستخدمه في النيوكلير فيجن اي كيور، ده جزء من نيوكلير رياكتور، تمام؟ الفيزل ده جزء من الرياكتور.
in a nuclear power plant what is used to change water into steam. هستخدم ايه؟ هستخدم الحرارة الناتجة من الفيجن ايه reaction. بالاضافة لفوسيل فيول ايه النوع التاني من نار رينيوبل انرجي سورس اللي انا بستخدمه؟ طبعا بستخدم النيوكلار انرجي. تمام، هناك فوسيل فيول وهنا ايه المقارن ليه، ده فوسيل فيول ستيم وده فوسيل فيول ايه نيوكلار انرجي. نيوكلار باور بستخدم فيها ايه؟ طبعا بستخدم فيها ايه نيوكلار، يبقى ايه يورانيوم على طول. نيوكلار انرجي بستخدم فيها ايه؟ عشان احرك التوربينز تو باور جنريتور، طبعا برافو، بستخدم فيها او اللي ناتج عنها الستيم. سبيلتينج يورانيوم اتوم تسمى ايه؟ فيجن. وات از ذا ادفانتج اوف نيوكلار انرجي؟ ها طبعا ها المميزات بتاعت النيوكلار انرجي ان هي مش بينتج عنها بليوشن، لان انا ما بحرقش، ده بيحصل فيجن لليورانيوم. هناك كان بيحصل حرق وقلنا محتاج اكويبمنت معينه عشان تشيل الايه الغازز دي. واي داز ان نيوكلار باور بلانت يوز ووتر؟ طبعا تو بريفنت كنترول نيوكلار رياكشن. طبعا نيوكلار رياكشن ليه هي بتستخدم ميه، مش اللي هي مش الستيم اللي ناتج عنها، لان درجه الحراره بتبقى عاليه قوي في الرياكتور في المفاعل لما بيحصل في جلي، فبيستخدموا الميه عشان يحصل تبريد للرياكتور ده. What of the choice below which form of energy make the most pollution؟ هيبقى ايه؟ طبعا الفوسيل فيول بسبب الايه الحرق. Which energy generating station can be considered to be the most dangerous؟ اكتر حاجة طبعا هتبقى النيوكلار عشان ايه موضوع اليورانيوم. الهيدرو الكتريكال باور يعني انا بولد طاقة من المية، هيدرو يعني مية. الووتر طبعا رينيوبل ريسورس بستخدمها عشان جنريت الكتريكال باور. الهيدرو الكتريكال باور دي جنريت وين فلونج ووتر از بين اتوربين، نفس القصه، القوه بتاعه الميه الضغط بتاعها البرجر بتاعها بي ايه فلونج ووتر اللي هي الميه الجاريه وكده بيحرك التوربين. التوربين بتبقى مرتبطه نفس القصه بجنريتور. الهيدرو الكتريكال بلانت اللي هي محطات توليد بقى الكهرباء من المية، الهيدرو الكتريكال دي are located where suitable waterways are available. طبعا بما انها ايه محطات مية فهتبقى قريبة من ايه من اي حاجة فيها مية ايه جارية وكده. Many of the pieces of this science have already been developed. الهيدرو الكتريكال بلانت developed in United States. 70% of hydroelectrical power in United States is generated in Pacific and Rocky Mountain States. ليه؟ لأن مصادر الجبال والكلام ده كله بيبقى فيها المية جاية من مكان مرتفع، فالمية دي بتبقى ايه جارية، فالبرجر بتاع المية نفسه قلنا بيحرك البليدز بتاعته التوربين وبينتج ايه بينتج كهرباء. عندي two basic type of hydroelectrical سيستم. اول حاجه الفولينج ووتر اللي هي الميه النازله دي. ذا اذر از بيست اون ناتشورال ريفر كارنت، يبقى في الفولينج ووتر وفي اللي هي ريفر كارنت اللي هو مجرى الايه النهر وكده. في الفولينج ووتر سيستم الووتر بيلد اب ان ريسيرفوار كرييتد باي دامز، يبقى في الميه الفولينج ووتر دي الميه هنا بيبقى في ايه دامز سدود، تمام، وفي ريسيرفوار اللي هو الخزان بتاع الميه وكده. فالووتر زين فولز ثرو ا لارج بايبس الفولنج ووتر ابلاي بريشر اجينست ذا توربين اي بليدز، يبقى خزان مقفول وفي ريسيرفوار خزان للميه ورا الدام السد بتاعي. الميه دي بتبقى موجوده كده بايبس انابيب، فالميه دي وهي جايه بسرعه كده في الانابيب، الانابيب بتعمل بريشر، البريشر ده بيضغط بيحرك التوربينز بليد وبعد كده الجنريتور وبعد كده ايه بروديوس الكتريستي. البليد درايف قلنا ايه جنريتور وبعد كده بروديوس الكتريستي. ده الفيلنج ووتر اللي قلنا مرتبطه بالريسيرفوار كريتد باي دام. السكند سيستم ران اوف ذا ريفر سيستم اللي هي الميه الجاريه وكده. ذا فورس اوف ذا ريفر كارنت ابلاي بريشر تو ذا توربينز بليدز to produce electricity. طبعا المية الجارية اللي هي من النهر اللي هي جاية من قمة جبل فوق اوريدي اصلا السرعة بتاعتها بتبقى عاملة بريشر عالي لانها جاية من مكان هاي لمكان لو، فالجريان ده بيعمل ايه ضغط.
برضو because they don't store water, the system depend on season change and stream flow. ده العيب الوحيد بتاعه ان هو ساعات النهر بيبقى المية غزيرة فيه يعني, وفي سيزون تاني الستريم فلو ايه قليل. Using water to generate electricity has advantage. Water is a renewable resource and is a source of cheap power. يبقى الووتر هنا ها الميزة بتاعته ان هو renewable resource, وطبعا رخيص, مية available تمام. وقلنا من عيوبه ان هي مش متوفرة في كل السيزون. compared to the fossil fuel there is a little air pollution. طبعا مقارنة بيها كمان ان انا ما بحرقش هنا فوسيل فيول, فالاير بوليوشن هنا قليل. That is because there is no fuel combustion. Also يبقى هنا بسبب ان انا ما قلنا ما بيحصلش حرق. Also there is limit thermal pollution compared to nuclear plant. لو انا قارنت هنا ما فيش قلنا ما فيش هنا thermal pollution, لو انا قارنته بالنيوكلير بلانت. hydroelectrical power plant can start generating electricity quickly. ما بحتاجش بقى احرق فوسيل فيول او اعمل يورانيوم فيجن. امال ايه اللي بيحصل؟ مجرد الميه بس تبقى موجوده كده وافيلابل والبرجر بتاعها عالي, مش هحتاج عمليه الحرق, فالالكتريكال باور بلانت هنا هتولد كهرباء اسرع. ما بحتاجش برضو wait for water to be heated into steam. مش بحرق ولا استنى بخرن مية يطلع ولا يحرك البليز ولا كده. The flow of water can be adjusted to make quick change in power output during peak demand for electricity. تمام, يبقى الflow of water هنا make quick change in power output during peak demand of electricity. يعني ما المطلب يبقى زايد قوي الالكتريستي وكده, بس احنا بيتأخر على السيزون والمية الموجودة والكلام ده كله, يبقى حاجة متاحة لايه ان انا كل ما المطلب زاد وكده بستخدمه فين؟ في توليد الكهرباء. Like other energy resources, the use of water has drawback. They include impact on environment caused by damming river and stream. Dams affect the habitat. هنا بيتكلم عن ايه بقى؟ عن احنا قلنا في مصدرين, الفولنج ووتر وتاني حاجة الريفر سيستم تمام. فالفولنج ووتر ده قلنا بستخدم الدامز والريسيفوار وبيمشي في بايبز والكلام ده كله. فالضرر هنا عندي ايه اللي هو بيستخدم دامينج ريفر اند ستريم. دامز افكت طبعا بتأثر على الهابيتات اوف لوكال بلانت اند انيمال, طبعا النباتات والحيوانات اللي عايشة في الدامز الموجودة هنا. لو انا بنيت دامز وكده هتتأثر, مش هتبقى موجودة. الدروباك التاني او دروباك اللي هو معناها الديس ادفانتج, الهيدروكتيكال باور بلانت ازاد زي دبنت اوبن ذا فلو اوف ووتر. يبقى اول حاجة ان هو بيعمل بيأثر او الديس ادفانتج على الهابيتات بتاعتي الانيمال والبلانت. تاني حاجة ان هي برضو بتأثر على بتأثر على الهيدروكتيكال باور بلانت اللي هي معتمدة على الفلو اوف ووتر. قلنا على حسب الفلو اوف ووتر والسيزون والبرجر بتاع الووتر هو عالي ولا لا, المية موجودة في السيزون ده ولا لا, في الموسم ده ولا لا. This can vary with season and during droughts اللي هي طبعا في سيزون هتبقى فيها عالية, والدروتس اللي هو اثناء الجفاف مش هيبقى في مية خالص, فيبقى صعب ان انا يبقى فيه hydroelectrical power plant. ده major waterway in continental united states, اللوكيشن بتاع الهيدروالكتريكال بلانت. What is the cold when you generate electricity with a dam and water? طبعا hydroelectrical energy. What is the generator? The machine that turn mechanical and electrical energy. الفورم الكتريك انرجي هنا طبعا في دام زي جنريتد از كولد طبعا هيدرو الكتريك. ار لوكيتد ان هيلي اريا وير دامز كان بي بيلت اند لارج ووتر ريسيفوار كان بي اوبتيند. طبعا هيدرو الكتريكال باور ستيشن. ذا ووتر توربين درايف ذا جنريتور ويتش كونفيرت
ميكانيكال انرجي تو ايه الكتريكال انرجي. تمام، احنا قلنا بيحول الميكانيكال لايه الكاينيتيك وبعد كده الميكانيكال، والميكانيكال بعد كده بتحول لالكتريك انرجي. الادفانتج بتاع الهيدروستال باور ستيشن قلنا طبعا ايه فيري سمول رانينج ايه اوبريشن كوست، التكلفه بتاعها طبعا قليله، طبعا الميه افيلابل. ذس ادفانتج اوف هيدروالكتريكال باور ستيشن ان هي ايه بتشمل هاي كيفيتي كوست ديو تو كونستراكشن اوف ايه دام. يبقى الديس ادفانتج هنا من الهيدروستاتيك باور اللي هي تكلفه بناء السد وكده، لكن الميه افيلابل ورخيصه. العيب بيجي مثلا من ايه من الكوست بتاعت الدم وكده. الجنريتور هو ايه طبعا ده ماشين بتحول الانرجي سورس انتو ايه الكتريكال انرجي. ووتر ستورد بيهايند ذا دام از نون از ووتر ايه ريسيرفوار، اللي هو الخزان المياه وكده الموجود. تيك ووتر فروم ريسيرفوار تو ووتر توربينز ده اسمه ايه ده اسمه البينستوك. يبقى الخزان المياه اللي موجود ورا ده ريسيرفوار قلناه اثناء الشرح، وعشان اخد المياه بقى من الريسيرفوار للووتر توربين ده ايه اسمه البينستوك. يوز تو انكريز ذا هايت اوف ووتر ليفل، عشان ازود الهايت اوف ووتر ليفل ده ايه ده الدام. تمام، ده السد وكده. What is one disadvantage of hydroelectrical energy؟ طبعا it doesn't work if you don't have river or moving water nearby. لو انا ما عنديش river او عندي مصدر للمية او السوزن او كده ده ايه مش هيبقى فيه. Advantage بتاع hydroelectrical power station ان هي طبعا produce no carbon dioxide when making electricity. تمام، يبقى الادفانتج بتاعتها ان هي مش بينتج عنها طبعا كربون دايكسايد اللي هو ناتج هناك من الحرق بتاع الفوسيل فيول. نوع الانرجي بروديوسد وين دام از بليست اكروس ريفر اند ووتر از ريليزد تو تيرن توربين ذات بروديوس الكتريستي. طبعا ايه الهايدرو الكتريك. ويتش اوف ذا فولوينج از كوم فور هايدرو الكتريستي؟ طبعا الديستروي هابيتات كونز اللي هي الايه طبعا العيوب اللي هي الديس ادفانتج. دي كلايمت ناتشرال سالمون مايجريشن ده نوع طبعا اي فيش بقى طبعا هيتحصل لها هجره. ديستروت فلودنج سايكلز اند نيوترال ديبوزيشن، فدي كلها كونز للايه او عيوب الهيدروالكتريستي. اول جزء سيلكت ذا ستيتمنت ذات ذا بيست ديسكرايب هاو ووتر بيدروس الكتريستي. طبعا هيبقى الموفينج ووتر اللي هي حركة المية الجريان دي هتحرك التوربين within a generator which two system from that text best show the relation describe in part A. اللي هي part A قلنا اننا عند الموفينج ووتر بيحاول بيحرك التوربين within a generator، فاكتر حاجة هتبقى مناسبة ان انا طبعا هيدروالكتريكال بلانت بيستخدم ووتر فيلينج ووتر تو تيرن ذا توربين، والهيدروكتر دام بيلد اون بيج ريفر ويتش لارج دروب ان ايه ان اليفيشن. الهيدروالكتريكال انرجي از باورد باي موفينج ووتر طبعا ايه ترو. ار ليكويدد ان هيلي اريا وير دامز كان بي بيلت اند لارج ووتر ريزرفوار كان بي ايه اوبتيند. طبعا هيدروالكتريكال باور ستيشن ووتر على طول ريزرفوار للمحطات. ان هيدرو باور بلانت وات تيرن تو جينيريت الكتريستي ها الايه الجينيريتور. اوف اول ذا رينيوبل انرجي سورس ويتش از يوزد ان جريتست اماونت طبعا الايه ها رينيوبل انرجي ريسورس اكتر حاجه دلوقتي بستخدمها بجريتست اماونت الهيدرو ايه باور. Store the energy in water behind a dam, fall and change into mechanical energy, turn turbine, coin. هيبقى طبعا ايه ده الهيدروالكتريكال باور بلانت. هيدرو باور طبعا ها produce no air pollution عشان طبعا ما فيش حرق وكده. Hydroelectrical power produce electricity using طبعا ها moving water. Other resources بستخدمها generate electricity as this time renewable resource other than water زي ايه بقى زي geothermal energy
اللي هي الطاقة اللي ناتجة من البراكين وناتجة من الحرارة الموجودة من باطن الأرض. supply less than 4% of electricity generated by electrical company. يبقى جيوثيرمال بتشكل 4% بس من إنتاج الكهرباء في اليونايتد ستيت. الرينيوبل ريسورس زي السولار والويند والبيوماس، اللي هي البيوماس قلنا شاملة لود الويست الاجريكلتشر ويست، اي ويست موجودة عندي ناتجة من بقايا ايه بلانت او انيمال. الجيو سيرمان انرجي طبعا نون رينيوبل ريسورس، ات ويل نوت ران اوت. طيب هو هنا جملتين عكس بعض، هي نون رينيوبل ولا رينيوبل؟ هي لو المكان ده كل الفولكينز والحاجات اللي خرجت منه كده ده ايه هتبقى نون رينيوبل لان المجمى هنا استنفذت. طب لو مكان ده يسمح ان في فولكينز يحصل فيه تاني ومجمى تخرج من بطن الارض والكلام ده كله هيولد طاقة. طب هو بيولد طاقة ازاي؟ المجمى هي اصلا وهي طالعة درجة الحرارة دي وبيبقى ناتج عنها طبعا كمية جازز ووتر فيبر، ووتر فيبر بقى بخار مية سخن والكلام ده كله، نفس القصة بيحرك التوربينز وبحرك الجنريتور وبيولد الكهرباء. طب جاية منين؟ it come from heat energy buried beneath the surface of earth. طبعا الحرارة موجودة في بطن الارض. معظم الهيت دي at the deep point current drilling method in some area of country magma flow close enough to the surface of earth to produce steam. تنتج كده الحرارة بقى السخنة دي والووتر فيبر او درجة الحرارة نفسها ممكن تسخن المية وانتج عنها steam. steam دي can then be used in stream in a steam turbine balance. دي ايه؟ يبقى الستيم توربين بلانت اللي هي محطات توليد الطاقة بواسطة البخار دي ناتجة من ايه؟ من الجيوثيرم. لوكيشن جيوثيرم البلان في اليونايتد ستيتس هنشوفها دلوقتي. الماجما is close enough to the surface to supply a steam. دي اللوكيشن بتاعتها هي. and source temperature in continental United States. is geothermal energy a renewable resource? yes طبعا احنا قلنا هي renewable لو المكان ده ايه؟ في ماجما ويسمح بفولكينز اربشن تاني وهيطلع منه يبقى اه. How do geothermal power station work? cold water is pumped down and cold water meets the hot water from inside the earth to produce steam to power turbines in creating electricity. يبقى الحرارة اللي طالعة دي قلنا بيبقى فيها water vapor او بتسخن مية اصلا باردة وينتج عنها ايه الستيم وبتحرك التوربينز بتولد الكهرباء. is renewable energy source produced from the heat inside the earth. طبعا ايه الجيوثيرمال inside the earth geothermal energy. steam can convert thermal energy into when it come in contact with the magma. طبعا ايه ها الايه هتحول الميكانيكال انرجي. الفلبين الرنك بتاعها او الرتبة بتاعتها في اليونايتد ستيت بالنسبة للجيوس تاني حاجة الرتبة بتاعتها سكند اليونايتد ستيت اللي هي بتستخدم الجيوثيرمال. what is called when human generate electricity by using the heat of earth geothermal energy. which of the following is one of the disadvantage of geothermal energy? doesn't work everywhere since you need a volcano nearby. تمام يبقى geothermal energy doesn't work مش بتشتغل في اي مكان طبعا. امال بتبقى موجودة فين؟ الاماكن طبعا الاكتف بالفولكينز. What is one advantage of geothermal energy from the option below? geothermal energy make no pollution. مش بينتج عنها طبعا ايه pollution مفيهاش حرق ده مجمى طلع من بطن الارض. What is the geothermal energy طبعا ايه heat from the ايه the earth الحرارة الناتجة من الايه من الارض. where can geothermal energy be found طبعا اما بيحصل تكتونيك بليت ميت اند اندر جراوند. تكتونيك بليت اتكلمنا عنها اللي هي حركة البليت واحدة بتنزل واحدة بتطلع وبيحصل بقى سبدكشن او دايفرجن او كونفرجن
الماجما بتخرج من باطن الارض، بس هنا حضتها اكتر بالايه، بالميتنج بتاع التكتونيك ايه بليب. What is the process of geothermal heat؟ طبعا الووتر heated by heating source which turn into steam وبينتج عنها work المشين. What are two advantage of geothermal energy؟ طبعا نيشيب وبينتجش عنها بليوشن وكده. الويند والجيوثيرمال والسولار انرجي دي كلها انواع طبعا ايه رينيوبل. الجيوثيرمال انرجي يوز تو سبين ذا توربين هيت فروم ديب انسايد ذا ايه طبعا ذا ايرث. الالترناتيف انرجي ريسورس از ا سورس اوف رينيوبل انرجي زي السولار والويند والجيوثيرمال ايه انرجي، دي كلها الايه الطاقه البديله او الطاقه الايه الرينيوبل. hot water pump up from deep inside earth and is used to heat homes or generate electricity. ده وصف الايه، ده وصف الجيوثيرمال عشان هنا ايه deep inside the earth من داخل الارض. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم واتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله.